النفط المادة الاستراتيجية الرئيسية في العالم وعنصر من عناصر التنمية الاقتصادية والبشرية العالمية. في عام 1853 تم ولأول مرة اكتشاف عملية تقطير النفط للحصول على مادة الجيروسين، كما تم صناعة النفط لأول مرة في أمريكا عام 1859. أما في عام 1861 فقد تم بناء أول معمل للتقطير في روسيا. في العراق وتحديداً خلال الفترة من عام 1860 إلى عام 1880 حاول الألمان استكشاف النفط العراقي في عدة مناطق من العراق ومن ضمنها محافظة كركوك. بابا غورغور أو النار الأزلية المشتعلة منذ آلاف السنين، التي وصفها الكثير من المؤرخين بأنها تلك الأرض الواقعة بين التلول باسم بابا غورغور، فيظهر منها لهيب أزرق عند نبشها، وبالقرب منها عيون لمياه معدنية نافعة لكثير من الأمراض الجلدية. النار الأزلية هي ناتجة عن غاز، هذا الغاز هو من الغازات المصاحبة لإنتاج النفط. قسم من المكامن النفطية تكون قريبة من سطح الأرض، طبعا الغاز المصاحب هو تحت الضغط مذاب داخل النفط، عندما تحدث هذه التشققات الموجودة بالأرض قريبة من سطح الأرض ينفذ الغاز من النفط، أي يتحرر من النفط وينفذ إلى السطح ويستمر يغذي النار التي تسمى النار الأزلية الموجودة حسب طبيعة الأرض وهذه التشققات الموجودة في محافظة كركوك. حقيقة هذه النار الأزلية كانت لدى الإنسان في هذه بقعة الأرض مقدسة، وكان هناك زيارات متكررة للناس لزيارته، وكان ذات قدسية خاصة، وتكلم عنها الرحالة التاريخيون الذين زاروا هذه المنطقة، وأيضا المصادر التاريخية متوفرة في تلك الفترة. اكتشاف نفط كركوك شمالي العراق من أهم الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع القرن العشرين، حيث أدى الاكتشاف إلى تغيرات جذرية في المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والسكاني. هو من أقدم حقول نفط العراق وثاني أكبر حقل نفطي في العالم من حيث القدرة على الإنتاج، وخامس أكبر حقل نفطي على صعيد العالم من حيث حجم الاحتياطي النفطي. في عام 1927 حدثت طفرة نوعية في صناعة النفط العراقي وبداية للإنتاج التجاري الفعلي عام 1934 بإدارة شركة نفط العراق. تم تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية من خلال أربعة خطوط ناقلة لنفط كركوك صوب موانئ البحر الأبيض المتوسط. عملية التصدير والوضع التجاري وفق العملية الاستخدام وتطوير الانتاج ورفع طاقاته، فأكو استهلاك وأكو رفع طاقات، فبدت مع رفع الطاقات الانتاجية الفائضة عن الاستهلاك المحلي في حينه بدت عملية التصدير، وتطورت إلى الآن اللي الوقت الحالي هناك استهلاك وهناك عملية تصدير للنفط الخام الفائض عن الحاجة الاستهلاكية للبلد. اكتشاف النفط بصورة تجارية في بئر رقم واحد، والتي اعتبرت حدثا تاريخيا لها تأثيرا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ليس فقط على كركوك وإنما على العراق والمنطقة بصورة عامة. بعد أن شافوا النار الأزلية، شافوا انه النفط دا يطلع من القاع من كيفه، حفروا اول بئر قريب من هنا، يكون من منطقه الشوراو، اسمه كي واحد او كي وان هذا البئر. وحقيقه الابراج القديمه حسب الصور اللي شفناها هي من ابراج من حديد وخشب، يعني مو ذيك
الابراج اللي هي ذيك ذات المتانه العاليه، فحصلت عندهم بعض المشاكل، مثلا اندلع البئر، الضغط المكمني عدا يعني فقدوا السيطره على الضغط المكمني، فبدا البئر يتدفق النفط وتدفق الى الوديان وسالت النفط، وبعدين سيطروا عليه خلال تقريبا 6 إلى 10 أيام تمت السيطره على البئر. الحياه الاقتصاديه بالعراق في هذا النقطه اللي بدا اول بئر نفطي بمعدل ينتج حوالي تقريبا 90,000 برميل باليوم، كانت الهدر مالته والضغط والقوة كانت ما تتحمل، حيث احتاجت العملية بعملية يعني حفر خندق 20 كيلومتر حتى يسيطرون على جريان على اللي صارت من عندها وراء وادي النفط. منذ هذه الفترة دخلت الآباء الإنتاج النفط في حقول كركوك في الاقتصاد العراقي، وبدأت منذ سنة 1934 الاقتصاد العراقي تعتمد على عائدات النفط من آبار مدينة كركوك. وكان إلى سنة 1959 و60 عندما اكتشف النفط في بصرة وموصل كانت الاقتصاد العراقي والميزانية العراقية تعتمد فقط على عائدات النفط من آبار حقول كركوك. استمراراً لعمليات استخراج النفط العراقي في كركوك، أنيطت بشركة نفط الشمال مهام عديدة في عمليات استخراج النفط العراقي وتصديره من خلال الاعتماد على الجهد الوطني وبسواعد ملاكات الشركة الهندسية والفنية، إسهاماً منها في بناء الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على الإيرادات النفطية. تأسست شركة نفط الشمال عام 1929 باسم شركة النفط العراق المحدودة، ثم تحولت إلى مؤسسة نفط الشمال في عام 72، ومن ثم إلى شركة نفط الشمال عام 1987. شركة نفط الشمال من الشركات العالمية المعروفة، مهمتها استخراج النفط والغاز من حقول منطقة عملياتها، وهي تشمل 3 محافظات كركوك والموصل وصلاح الدين. تعتبر شركة نفط الشمال من الشركات العريقة في الصناعة النفطية بشكل عام لقدمها وما تمتلكه من إرث فني وتاريخي في مجال إنتاج النفط، فهي شركة من الشركات المهمة جدا في القطاع النفطي. هذه الحقول تضم العديد من آبار النفط بالإضافة إلى آبار غاز القبة اللي هي في حقل جنبور، تحديدا في محطة جنبور الجنوبي اللي مسؤول عن إنتاج غاز القبة اللي يستخدم في محطات الكهرباء. البقية الآبار هي آبار نفطية تنتمي لهذه الحقول واللي تنتج منها شركة نفط الشمال. تتسم حقول شركة نفط الشمال بأنه تكون دائما على شكل قبب ومتعددة المكامن، يعني الحقل الواحد مثلا لما نحكي على حقل كركوك تتكون من قبة بابا، قبة هافانا، قبة خورمالة، 3 قبب منتشرة على طول 100 كيلومتر وعرض تقريبا حوالي 6 كيلومترات، تمتد من محافظة كركوك وتدخل إلى محافظة أربيل. تتميز حقول كركوك بأن مكامنها متعددة، يعني نفس البير أو نفس الحقل بها مكامن متعددة. هذه المكامن محصورة بين العصور الثلاثية والعصور الطباشرية ضمن الزمن الجيولوجي اللي نحكي بيه، وتتكون مكامن العصر الثلاثي تختلف من حقل إلى حقل ومن منطقة إلى منطقة كعمق وكمكامن. تؤمن شركة نفط الشمال النفط الخام بأنواعه المختلفة إلى المصافي العراقية والغاز المصاحب وغاز القبة إلى مجمع غاز الشمال ومحطات توليد الكهرباء، كما تضم العديد من المرافق ومحطات الضخ وعزل وكبس الغاز.
تبدأ عمليات حفر الآبار النفطية بعد الانتهاء من عمليات المسح الزلزالي للتراكيب، وبعدها يتم حفر أول بئر استكشافية، ثم حفر آبار تقييمية لتقييم الحقل النفطي، ثم حفر آبار تطويرية لتساهم في عملية الإنتاج. يتم من خلال هذه الآبار الاستكشافية تقييم الحقل بشكل دقيق من خلال الآبار الاستكشافية، ويتم تأكيد الاحتياط الموجود، كبر الحقل، العمق، طريقة الإنتاج. ما بعد ذلك، بعد هذا التقييم، يتم حفر آبار لغرض إنتاج النفط وتحديد كمياته وطرق إنتاجه. احنا بالنسبة لنا كشركة نفط الشمال، عدد الآبار اللي تدخل وتساهم في الإنتاج بحدود 1152 بير نفطي كملكية نفط الشمال تساهم في عملية الإنتاج. عندنا حوالي تقريبا 82 بير استكشافي منتشرة في نطاق شركة نفط الشمال. تبدأ عملية الحفر ب حفر الهول الأول اللي هو يكون الحجم ماله أكبر، الهول الأول لربع البئر أو أقل من ربع من عمق البئر، يبدأ الهول الأول. بعدها تنزل بطانة حديد، وهذه البطانة تثبت بالسمنت، تسمت هاي البطانة بالسمنت. نبدأ نحفر الهول الأصغر اللي هو أعمق الوسطي، أيضا تنزل به بطانة. طبعا هذا الأعماق تحددها قسم الجيولوجيا، يحدد أعماق الهول الأول والهول الثاني والهول الثالث، يتحدد من قبل قسم الجيولوجيا. أما فيما يتعلق بمعالجة النفط الرطب، فقد أنشئت وحدات خاصة لمعالجته تلافيا للتأثيرات السلبية للماء والأملاح على المعدات المستخدمة في إنتاج ومعالجة وخزن النفط، وكذلك على مواصفات المنتجات النفطية، كما أنه يؤثر على سعر النفط المصدر من خلال إزالة الملح والشوائب الأخرى من النفط الخام. النفط يحتوي على أشياء غير مرغوب بها سواء بالمصافي أو بالتصدير، واللي هي عادة الكبريت والأملاح والماء. هذه تتم معالجتها في قسم المعالجة بالنسبة للكبريت وغاز الـ H2S. قسم معالجة النفط انشئت بعد محطات الإنتاج سنة 1936، بدأ بثلاث وحدات ذو المرحلتين الحارة، المعالجة الحارة للنفط، لأن طبيعة نفط كركوك هي حامضية تحتوي على غاز كبريتيد الهيدروجين H2S، وهي غاز سام يجب التخلص منه، بالإضافة راح تؤدي إلى التآكل المعدات لوحدات مصافي النفط. بالنسبة للماء والأملاح، فيتم معالجتها في قسم الإنتاج من خلال محطات معالجة النفط الرطب. بعد معالجة النفط الرطب بإزالة الماء والأملاح، يرسل النفط إلى مجمعات المعالجة المركزية والمعالجة الحارة اللي وظيفتها إزالة الكبريت والمحافظة على الضغط البخاري للنفط لأغراض تهيئته لأغراض التصريف الداخلي للمصافي ومحطات الكهرباء ولأغراض التصدير. سيطرة سيطرة. معك واضح. جاني إذا حريق الجرس. تحرص شركة نفط الشمال على ممارسة أعمالها بشكل آمن، ومن خلال ضمان ممارسة أنشطة خالية من الحوادث داخل بيئة آمنة، وتطبيق شروط السلامة المهنية حفاظاً على المصلحة العامة.
تكون هيكليات هيئة الصحة والسلام المهني والبيئة في شركة نفط الشمال من قسمين رئيسيين، اللي هو قسم السلامة الصناعي والإطفاء وقسم البيئة ومكافحة التلوث النفطي. قسم السلامة كان لها دور كبير جداً في إسناد الجهات المتخصصة في عمليات إطفاء حرائق الآبار، والحمد لله شركتنا حقيقة قامت بعمل وكتب به بأنه عمل غير مسبوق بإطفاء حرائق آبار خلال أيام معدودة. السيطرة على حرائق الآبار، لأنه هذه الآبار تعرضت إلى عبوات ناسفة من قبل الإرهاب وأدت إلى اشتعالها، بجهودنا والحمد لله والشكر بجهود وتعاون شركات القطاع الاستخراجي أيضا شاركت ويانا، اللي هي شركة نفط الوسط، شركة نفط البصرة، شركة نفط ميسان، الحفر العراقية، كلها شاركت، صار جهد مشترك للسيطرة على هذه الآبار. قسم السلامة كان لها دور وباع طويل جدا، خاصة في إطفاء حرائق القيارة، واللي ساهمت أيضا بعض الشركات النفطية من قطاع النفطي، لكن قسم السلامة كان لها دور كبير جدا مع مساعدة جميع شارك يعني في مع منتسبي شركتنا اللي أدوا دور فعال جدا، وتقريبا شاركنا في إخماد أكثر من 32 بئر نفطي. ساهم اكتشاف النفط في مدينة كركوك في ازدهار الحياة الاقتصادية ونموها وجعلها مقصدا لكبريات الشركات العالمية المعنية باستخراج النفط، ما شكل إضافة نوعية إلى خزانة الاقتصاد العراقي.